وخلينا نروح دلوقتي لتقرير عن فعاليات حفلة ديسكو مصر اللي أقيمت امبارح في مدينة العالمين ضمن مهرجان العالمين. حلو قوي، والحفله اللي هم عاملينها هنا الفايبس جامده جدا، ويعني ان هم جايبين ديسكو مصر اساسا حاجه جامده، والصراحه يعني ان انت تجيب كميه اللعيبه اللي جوه دي كانت حاجه جامده، ويعني اكسبيرينس حلوه بامانه. المكان كله جميل والاجواء حلوه والنظام والديكورات والكلام ده كله، يعني في نظام وما شاء الله العالمين فمده قصيره جدا بقت حاجه عظيمه جدا بالنسبه لمصر والكلام ده. قول لي بقى ايه رايك في مدينه العالمين؟ لا، مدينة جميلة جدا، يعتبر من احسن الاماكن دلوقتي حاليا في مصر، ما يعني مدينة بتمثل المدن الخارجية اللي بره، يعني بالنسبة للمدن بره وكده هي مدينة جميلة جدا. اجواء والله ممتعة هنا جدا وكل حاجة تمام، وحتى كوستا الكورة النهاردة والاجواء بين حسام غالي ومحمد فضل وروح تنافسية جميلة وكل شيء حلو الحمد لله. قول لي ايه رأيك في انه يكون في مهرجان للعالمين وحفلات بقى فنية ورياضية؟ احنا عاوزين من كده كتير بقى، وكل اسبوع حفلة تامر حسني وعمرو دياب وحمية، وعايزين كده على طول يعني. ايه رأيك في مدينة العالمين؟ لا بصراحة جهد عالي والأبراج والمول كل حاجة حلوة في العالمين بجد. حاجة حلوة قوي إن هم يبقوا عارفين الشباب بتحب إيه وكده، عملوا لنا مباراة كرة شاطئية وبعديها حفلة، أنا مبسوط قوي إن أنا كنت هنا بصراحة. هتحضر الحفلات الفترة الجاية؟ أول واحدة إيه وبعد كده إن شاء الله هحضر كلها. جميلة جدا، أنا مبسوط قوي إن أنا موجود هنا. حاجة حلوة خالص، والعالمين شغالة تعمل حفلات وحاجة جميلة خالص يعني. إيه رأيك في مدينة العالمين؟ لا كويس قوي، من احلى الايفنتات الصراحه اللي حضرتها. انا اصلا مصريه بس عايشه في امريكا وتحفه جدا، اتس اميزنج ما شاء الله، يعني احنا منبهرين بصراحه. ايه رايك في الحفله النهارده؟ لا تحفه، احنا مش مصدقين نفسنا اصلا، جميله جدا. مدينه العالمين شويه عاديين. ليه بتحبي مدينه العالمين؟ عشان فيها كل حاجه.